ويا هلا في الشباب، كيف حالكم؟ شاطكم الف خير وجديكم. انشجكم مقطع جديد وتحدي سهل كمان. بس قبل ما نروح لمقطع الشباب، لازم تعطونا اشتراك في القناه داخل المقطع، وكمان نفسه تفعلوا الجرس، واللي بحب يستخدم كوداتهم يشوف شيش الظهر امامه يستخدمه. عندنا التحدي الشباب المطلوب اللي هو بحكي لك الحق الضرر بالاعداء مقدار 150 باستخدام شوزن نادره او افضل. شو يعني؟ يكون عليك تاخذ سلاح شوتجن، هو شوزن هو شوتجن، تمام، وانك تلحق فيه ضرر للخصوم بمقدار 150. بس شو مطلوب هون؟ سلاح نادر او افضل، يعني لازم يكون لون السلاح ازرق او بنفسجي او ذهبي عشان ينحسب لك هذا التحدي. انا بالنسبه لي هذا التحدي تقدر تفوت فيه دمدمه فريق، لو دمدمه فريق راح تلاقي على السريع اسلحه لون بنفسجي، تمام، او بتروح عند اي، مثلا اذا كان معك سلاح لونه اخضر او نحكي سكني، خذه عند اي تاعت اللي بتطور اسلحه، تقريبا كل مدينه فيها واحده، بتروح بتطور سلاحك وبتخلي لونه أزرق، وبتروح بتهدي الضرر للخصوم بمقدار 150. كما هي 150 تقدر تسويها بنفس الجيم أو أكثر من جيم، يعني ما بدها إشي. وتحدي سهل مباشر جدا. بس شباب، هذا كان عندي تحدي لليوم. لا زعمونا من خلاص، على زر الاشتراك، لايك المقطع، وفعل الجرس. خلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد. مع السلامة، بيس.